بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 15 من الكتاب 23 كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. وده تكملة لموضوع الربا. بالأمس تكلمنا على مقدمة مهمة، ولابد كل واحد يسمع درس الأمس، خصوصا المقدمة، لن أعدها اليوم، نبني عليها. المقدمة مهمة، مقدمة الأمس، لأن هذا الباب امتداد للباب السابق، بل هو باب واحد وهو باب الربا. إذا باع الذهب بالفضة يسمى صرف، وإذا باع الذهب بالذهب يسمى مراطلة عند الفقهاء، لأن المراطلة معنى الوزن بالوزن. أما إذا باع الذهب بالفضة فلا يشترط فيها التماثل في الوزن، وبالتالي يسمى صرف، يصرف الذهب إلى فضة. يبقى الصرف إذا أطلق عند الفقهاء معناه بيع الذهب بالفضة، وإذا أطلقت المراطلة، المراطلة بالطاء، معناها بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، مراعاة للمماثلة في متحد الجنس والعلة كما قلنا بالأمس. يبقى باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، نقدا يعني يدا بيد في نفس المجلس بدون نسيء بدون أجل، نقدا يعني هاء وهاء، المصريين يقول لك هات وخد، يعني في نفس المجلس. إذا اختلف الجنس واتحدوا في العلة يبقى يسقط شرط التماثل ويبقى شرطين، التقابض والحلول كما قلنا بالأمس. فهمت بقى؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 43 بعد 144، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس ابن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصرف الدراهم، فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم ائتنا. فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك. يبقى ما بيقول من يصرف الدراهم معناه يحولها لذهب، ما قالش من يراتل الدراهم، قال من يصرف الدراهم، فهم على طول انه عايز يحول الدراهم الى دنانير، الدينار ذهب والدرهم فضة، فهم؟ لما قال من يصرف الدراهم معناه يريد أن يحول الدراهم إلى دنانير، فبيقول من يصرف الدراهم. فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك، علشان يبقى في العقد هات وخد، فهمت إزاي؟ قال له أرنا ذهبك، فين الذهب وأنا إيه أبدله لك وأنا أديها لك بدلها دراهم، فهمت؟ أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. قال ادينا الذهب بتاعك، ولما يجي الخدام بتاعنا الخادم عندنا يجيب لك الفضة. الله ما حصلش تقابض، هتبقى أزمة، فهمت؟ الظاهر ما كانش يعرف الحكم، ما كانش يعرف الحكم، لأن زي ما قلت لك إن كثير من الصحابة كانوا يغيب عنهم بعض الأحاديث فلا يعرفوا الحكم.
فقال له ايه؟ ارنا ذهبك ثم اتنا اذا جاءنا خادمنا نعطيك ورقك. سيدنا عمر عارف الحكم، فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطينه ورقه او لتردن اليه ذهبه، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا الا هاء وهاء. التقابض اهو. يبقى سيدنا طلحه بن عبيد اللي ما كانش فاهم شرط التقابض، هو كان فاهم المشكله بس في ايه؟ في النسيئه، ان ما يبقاش في اجل بس. عشان كده ورد حديث: لا ربا الا في نسيئه، ده عن سيدنا اسامه بن زيد هنقراه بعد شويه. يبقى بعض الصحابه ظنوا ان الربا في النسيئه بس، ولم يعترفوا بربا اليد ولا الفضل، لان لم يبلغهم النهي عنه. فلما بلغهم خلاص حل الاشكال. فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطينه ورقه او لتردن اليه ذهبه، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا الا هاء هاء. يعني ايه؟ هات وخد، هاء وهاء. والبر بالبر ربا الا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. فجاب لك الاجناس الربويه، كله لازم فيه شرط التقابض والحلول. واذا اتفقوا طبعا في الجنس مع العله لازم يبقى عندنا الشرط الثالث وهو التماثل في الوزن او الكيل، مش كده برضو؟ كما قلنا في مقدمه امس، كل شويه نحيلك على امس، وكيف ياتي امس صعب جدا بل مستحيل، ولكن الحمد لله التسجيل موجود فممكن تسمع التسجيل. وعن ابي قال: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب واسحاق عن ابن عيينه عن الزهري بهذا الاسناد. وعن ابي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه قال: كنت بالشام في حلقه فيها مسلم بن يسار، فجاء ابو الاشعث قالوا ابو الاشعث، ابو الاشعث اول ما جاء يعني ابو الاشعث، الناس قالوا ايه؟ ابو الاشعث، ابو الاشعث، يعني بيخبروا انه وصل يعني. فجلس فقلت له: حدث اخانا حديث عبادة بن الصامت، اللي هو المشهور عن موضوع الربا، حديث عبادة بن الصامت. قال: نعم، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء. شرط التماثل أهو، سواء بسواء، شرط التماثل وزنا أو كيلا، عينا بعين، يعني التقابض، عينا بعين، ادي التقابض، يبقى التماثل والتقابض. فمن زاد او ازداد فقد اربى، وقع في ربا الفضل. فرد الناس ما اخذوا، فبلغ ذلك معاويه فقام خطيبا فقال: الا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. معاويه انكر بقى كلام عباده، قال له: احنا كنا مع النبي زيك، انت تقول لنا حاجات ما سمعناهاش ازاي؟ فهمت؟ فايه انكر على عباده انه جايب علم جديد هو ما يعرفوش. فلم نسمعها منه. فقام عباده بن الصامت فاعاد القصه ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كره معاويه، لان احنا سمعنا وانت كنت غايب، وكونك غايب يعني يبقى النبي محدث؟ فهمت ازاي؟ وإن كره معاوية، أو قال: وإن رغم ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد: هذا أو نحوه.
يعني كأنه بيقول لك ايه، لو ما سمعش كلامنا وبلغنا الاحاديث اللي سمعناها ونهانا اننا لا نبلغ الناس، انا مش همشي معاه بعد كده، لا اصحابه لا في سفر ولا في، بيهددوا يعني. وعنه بيقال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر جميعا عن عبد الوهاب الثقفي عن ايوب بهذا الاسناد نحوه. وعنه بيقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد واسحاق بن ابراهيم واللفظ لابن ابي شيبه، قال اسحاق اخبرنا، وقال الاخران حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن ابي الاشعث عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، اسمها مراتلة، مراتلة الذهب بالذهب يعني وزنا مراتلة، والفضة بالفضة وزنا متماثل مراتلة، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل تماثله، سواء بسواء تأكيد، يدا بيد تقابض. فإذا اختلفت هذه الأصناف يعني اختلفوا في الجنس والعلة، ذهب ببر، فضة بشعير، تمر بذهب، اختلفوا اهو خلاص. فإذا اختلفت هذه الأصناف أي في الجنس والعلة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا إيه؟ إذا اختلفوا في الجنس واتفقوا في العلة بيعوا كيف شئتم، يعني بغير تماثل لكن بشرط يدا بيد. وإذا اختلفوا في الجنس والعلة فبيعوا كيف شئتم بدون قيد بقى. يعني إيه؟ يعني اختلفوا في الجنس واتفقوا في العلة يسقط شرط التماثل ويبقى شرط التقابض والحلول. فهمت بقى؟ علشان كده بيقول لك إذا اختلفوا، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، اشترط التقابض، يبقى اختلفوا في الجنس واتفقوا في العلة. تفهم على طول كده. يعني إيه؟ يعني بر بشعير، تمر بزبيب، اختلفوا في الجنس واتفقوا في العلة اللي هي الطعمية، أو العلة اللي هي القوت عند الملكية، أو العلة هي الوزن والكي عند الأحناف. فهم؟ أو اختلف، يبقى إيه؟ يسقط شرط التماثل ويبقى شرط التقابض والحلول اللي هو يدا بيد. يدا بيد ما يقولها فيها شرطين، التقابض والحلول، يعني عدم وجود تأجيل وعدم تأخر في القبض. فهمت بقى إزاي؟ وعنه بيه قال: لكن لو اختلفوا في الجنس والعلة بجيب ذهب ببر، فضة بإيه؟ بشعير. الفضة العلة فيها النقدية، والشعير العلة فيه الطعمية. فهمت بقى إزاي؟ يبقى في الحالة دي اختلفوا في الجنس وفي العلة، بيعوا كيف ما شئتم، بيعوا كيف ما شئتم. لكن عند الأحناف لا، لأن العلة واحدة، العلة عندهم إيه؟ العلة واحدة في الاثنين، مش النقدية، ده الوزنية أو الكيلية مش النقدية. فعند الأحناف الذهب بالبر لازم التقابض وعدم الحلول وعدم النسيئة يعني والحلول، ده عند الأحناف. عند باقي المذاهب قال لك لا، ده اختلفوا في الجنس والعلة، لأن العلة في الذهب والفضة النقدية، والعلة في غيرها إما القوت عند المالكية أو الطعمية عند الشافعية. فهمت بقى المسألة؟ يبقى في بعض العقود يبقى ربا في مذهب ويبقى مش ربا في مذهب. فهمت بقى المسألة؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل تماثل، يدا بيد تقابض وحلول.
فمن زاد أو استزاد فقد أربى ربا الفضل. الآخذ والمعطي فيه سواء، يعني الآثم الإثم فيه يشترك فيه المتعاملين العاقلين. الآخذ والمعطي فيه سواء، يعني سواء في الإيه؟ في الحرام. وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان الرباعي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل فذكر بمثله. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة. الحنطة اللي هي البر اللي هي القمح، نفس المعنى الحنطة والبر والقمح بمعنى واحد، والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه، يعني أجناسه. يبقى يشترك لا يشترك في التماثل إلا ما اختلفت ألوانه، يعني أجناسه أنواعه. وعن أبي قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا المحاربي عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد ولم يذكر يدا بيد. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، تأكيد وزنا بوزن معنى مثلا بمثل نفس المعنى، لكن هو يريد أن يؤكد. والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، كأن واحد قال له إيه يعني إيه وزنا بوزن، قال له مثلا بمثل. فهمت ازاي؟ يبقى ده بيسميه تأكيد، تكرار للتأكيد. فمن زاد أو استزاد فهو ربا، يسموه ربا الفضل. من زاد يعني بفعله، واستزاد أو طلب منه الزيادة. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما، لأن الاثنين ذهب. والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، لأن الاثنين، لأن ممكن يبقى فيه درهم حجازي ودرهم مثلا درهم شامي مثلا أو درهم إسلامي ودرهم كسروي، جاء من كسر مش كده برضو؟ فمو بني أمية عملوا الدرهم إسلامي ما خلوش درهم بتاعه، وعملوا دينار إسلامي، وكان في دينار رومي ودينار إسلامي، وكان في درهم كسروي ودرهم إيه إسلامي. الاثنين ده من فضة وده من ذهب، يبقى لازم نراعي الوزن، تماثل بالوزن. فهم؟ يعني ما اقولش بقى واحد بواحد، لا اشوف الوزن ده ايه، قد يختلف في الوزن. يبقى الدينار مثلا الاسلامي 4 جرام وربع، والرومي يمكن 4 جرام ونص احتمال يختلفوا في الوزن، وده اسمه دينار وده دينار. يبقى ما بصش لايه، للوحده، بلا بص للوزن. ما اقولش ده واحد بواحد، لا لازم كمان يستووا في الوزن. فهمت بقى المسألة؟ وكذلك ما قلتش ده درهم بدرهم، لازم أسويهم بالوزن. فهم؟ اللي هي المراطلة، يعني أحط كل واحد على كفة، لما تبقى الكفة متعادلة آخد استووا في الوزن. فهمت بقى المسألة؟ وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني موسى بن أبي تميم بهذا الإسناد مثله. باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا. دينا يعني إيه؟ يعني مؤجلا، يعني نسيئة، نقع في ربا النسيئة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، ورق اللي هي إيه فضة يعني. بنسيئة يعني بعد مدة، يعني إيه هيستلم المبيع أو هيستلم الثمن إيه في موسم الحج، يعني بعد مدة عدة شهور. فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصلح،
قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع. فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. وما كان نسيئة يعني ايه؟ أجل معلوم. النسيئة يعني إلى أجل معلوم فهو ربا، يسموه ربا النسيئة أو ربا النساء. وأت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. إذا كانت الأحكام تغيب عن بعض الناس ويعرفها بعض الناس، فمن يعرف يخبر من لا يعرف. حتى دونت العلوم وكتبت كتب السنة وقام الفقهاء خير قيام، فأشاعوا العلم في الإيه؟ في الأمصار، والحمد لله على ذلك. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعب عن حبيب أنه سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب عن الصرف. الصرف اللي هو إيه؟ إنك تبدل الذهب بفضة أو الفضة بذهب، ده الصرف. فقال سل زيد بن أرقم فهو أعلم. فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه أعلم. شوف إيه، العلماء يحيلوا البعض، يحيلوا البعض، مش كل واحد يتسرع. طالما في غيره موجود يحيل على غيره لأنها مسؤولية. فقال سل البراء فإنه أعلم. ثم قال قال الاثنين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا، يعني بغير تقابض وحلول. أدي معنى دينا، بغير تقابض ولا حلول. وعن أبي قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، يعني يسقط شرط التماثل، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. يعني يبقى انه يبقى يدا بيد، يعني يسقط شرط التماثل ويبقى شرط التقابض والحلول. وعن ابي قال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاويه عن يحيى وهو ابن ابي كثير عن يحيى بن ابي اسحاق ان عبد الرحمن بن ابي بكره اخبره ان ابا بكره قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. اللي بيسموها الشافعية في كتابهم مد عجوة. عارفين قضية مد عجوة في كتب الشافعية؟ ما بتقروش كتب الشافعية ولا يعني لما يجي يبقى الحاجة يبقى عندي ايه؟ مد عجوة ودرهم. ابيع لك مد عجوة ومعاه درهم، ابيعه لك بدرهمين أو بمد ودرهم. هل يجوز هذا البيع ولا لا يجوز؟ الشافعية يقول لك لا يجوز. ليه؟ لأن ده أجناس ربوية لابد أن نحقق المد ده مقابل للمد ولا مقابل للدرهم، والدرهم ده مقابل للدرهم ولا للمد. فما تخلطليش الاثنين مع بعض، لازم أصفي ده لوحده وأصفي ده لوحده، لأن العجوة جنس ربوي والدرهم جنس ربوي. فهمت إزاي؟ فلما يختلط جنسين مع بعض وهبيعهم بجنس واحد لازم ايه؟ اقيم ده لوحده وده لوحده عشان اتحقق شرط التماثل في متحد الجنس والعله. فهمت بقى المساله؟ وعلشان كده لما تبقى قلاده فيها ذهب وخرز، قلاده يعني عقد، العقد ده معمول حبه ذهب وحبه خرزه، حبه ذهب وحبه خرزه، كويس؟ انا عايز اشتريه بدنانير، الدنانير دي ذهب، لابد ان يبقى ايه؟ الذهب اللي فيه مماثل وزنا للدنانير، مش كده برضو؟ طب بس ده فيه خرز، يبقى لازم افصل ده وافصل ده عشان اتحقق شرط التماثل في الذهب، وبعد كده ما زاد عن الخرز ابقى اخده براحتي بقى تمن تاني بقى. فهمت بقى المساله؟ لازم يفصل بينهم. ده راي الشافعيه على فكره، لابد ان يفصل ده عن ده. طب والاحناف قالوا ايه؟ قالوا يجوز ان اشتراه بازيد منه ذهبا، فيكون الزياده مقابل الخرز.
ما زاد يبقى، لكن لا يجوز ان يشتريه مماثلا او اقل من الوزن. فهمت بقى الاحناف قالوا ايه؟ الاحناف قالوا لا يجوز القلاده اللي هي فيها خرز وذهب ان انا اشتريها بدنانير الا ان تكون هذه الدنانير وزنها ازيد من وزن الذهب الموجود في الايه؟ في القلاده، حتى يكون ما زاد مقابل لخرز وما وافق مماثل للذهب. فهمت المسألة؟ لكن لو اشتريتها بنفس الوزن دنانير يبقى انا كده ما حققتش شرط التماثل في الوزن، لان بقى في جزء مقابل للخرز وما فيش مقابله ذهب. فهمت كلام الاحناف؟ يا رب تفهم. بس انا بقعد اشرح لكم انتوا جايين نايمين، اعمل ايه طيب؟ صح صح. الشافعيه يقول لك ما ينفعش القلاده اللي فيها ذهب وخرز اشتريها وهي كده مش متفصله، لازم اوزن خرزه في الذهب واعد كم خرزه اذا كانوا متماثلين واجمع وزنهم لوحدهم وادفع دنانير بنفس الوزن وافصل الخرز وادفع ثمن الخرز لوحده. فهمت بقى؟ ويقولوا القضيه دي اسمها قضيه ايه؟ يرمزوا لها بايه عند الشافعيه؟ قضيه مد عجوة. واخد بالك؟ مد عجوة ودرهم يعني. الاحناف قالوا لا يجوز اذا ايه؟ اذا كانوا بنفس الوزن او اقل لا يجوز، لكن لو كان ازيد من الوزن يبقى الزياده مقابل الخرز وايه؟ والمتساوي مقابل الذهب. فهمت الكلام؟ الشافعي يقول لك لا، ما يوافقوش الاحناف في الحته دي. الشافعي يقول لك لازم افصل ده عن ده الاول، ما ينفعش اخدها كده على بعضها. ونفس الكلام في السيف اللي هو محلى بالذهب او السيف اللي المقبض ذهب وهشتريه بدنانير، نفس القصه بقى. اي حاجه داخل فيها ذهب او فضه وفيها حاجه ثانيه وهشتريها بدراهم. دلوقتي ما عندناش المشاكل دي لان انت دلوقتي بتشتري باوراق ماليه، اتحلت الازمه عندنا. فهمت ازاي؟ لكن كان زمان العمله ذهب او العمله فضه، فهمت؟ فتخش المشكله. لكن دلوقتي خلاص العمله بتاعتنا ما بقتش ذهب. اما يبدل الذهب لازم يراعي الوزن بالوزن وما يحسبش حساب الصنعه، ما ينفعش. لو حسب حساب الصنعه وخصم من الصنعه بالوزن وقع في الربا لو بدل ذهب بذهب عند السائل. لكن في الحاله دي يعمل ايه؟ يبدل الذهب باوراق ماليه وياخد الاوراق الماليه يشتري بها الذهب التاني عشان يحل الازمه. فهمت ازاي؟ باب بيع القلاده فيها خرز وذهب. وعن ابي قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن صرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابو هانئ الخولاني انه سمع علي بن رباح علي وعلي، تنفع الاثنين، تنفع تقول علي بفتح اللام علي كده زي ما بنقول سيدنا علي بن ابي طالب، علي ابن رباح، وينفع تقول علي ابن رباح. وفي بعض العلماء قال لك ما ينفعش الا علي بس، وبعض العلماء قال لك لا ده علي بس. شوف في اسمه اختلفوا قد ايه. ناس قال لك لا ده علي ابن رباح، ايه علي دي؟ ناس ثانيه قالوا لا ده علي ابن رباح، ايه علي دي؟ وناس ثانيين قالوا ينفع الاثنين، واحنا مع بتوع الاثنين، ينفع الاثنين علي وعلي. خدت بالك؟ لكن مشكلها هنا ايه؟ علي. طبيعه المكنز مشكلها علي ابن رباح اللخمي، يعني لخمنا في اسمه، هو لخمي ولخمنا في الاسم. شفت قد ايه؟ يقول سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم. قلادة قلنا ما يزين الرقبة، القلادة هو ما يزين الرقبة. عند الناس العوام يقول لك عقد، القلادة يسموها عقد، يعني ما يزين الرقبة. وكانت من مغانم خيبر تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. شوف النبي فصل اهو، الشافعي رأيهم كده، انزع لوحده كل حاجه تفصلها وبعد كده بلضمها بعدين، ما هو اللضم ده سهل.
لكن الاول احلل البيع، فهمت ازاي؟ وبعدين بعد كده اديها للواد الصنايعي يقعد يلضمها لي يعملها زي السبحه، سهل يعمل. فهمت بقى المساله؟ فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: الذهب بالذهب، وزنا بوزن. لازم اتاكد ان مقابل الذهب اللي في القلاده دي يقابله نفس وزنه دنانير. وعشان كده الشافعيه خدوا بمثل هذه الروايات وما قالوش براي الاحناف. وان كان راي الاحناف لوجيك معقول، يقول لك انا طالما هدفع فيها ذهب اكتر من اللي فيها يبقى الزياده داخل للخرز. وما وافق كلامهم لوجيك عقلي مظبوط صح، لولا ان الحديث هنا النبي قال الاحتياط اولى، قال لك افصل ده بدل الاول، سيبك من اللوجيك بتاعك. فهمت ازاي؟ لان ممكن تبقى في خرزه اتقل شويه من خرزه، مش شرط يبقوا بنفس التساوي بالظبط بالجرام يعني. فهمت؟ يمكن فيها شعره انقص بتاكد. فهمت بقى المساله؟ وعن ابي قال حدثنا، لوجيك يعني ايه؟ معقول يعني، لوجيك بالانجلش يعني معقول، يعني راي معقول يوافقه العقل. عشان كده كانوا يقولوا على الاحناف اهل الراي، عندهم راي وعقل كده راجح، لانه كانوا قاعدين هناك في الكوفه والعراق والاحاديث موجوده في الحجاز، فما وصلت لهمش كل الاحاديث، فكانوا يعملوا عقلهم ويستنبطوا، لان ايه؟ بضاعتهم في الحديث كانت اقل من بضاعه اهل الحجاز. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده اشتهروا بايه؟ باهل الراي. لكن هم كان اول ما يوصل لهم الحديث يعملوا بيه برضه، لكن على ما يجي بقى وجاي من السفر، طبعا الحديث مسافر من الحجاز ايه وراكب الناقه، على ما يوصل لهم يقعد شهور، وقد ما يوصلش كمان، يكون صاحبه اللي كان يحمله مات في الطريق. فهمت بقى؟ لكن الحمد لله دلوقتي ايه، تدوين العلوم ونشر العلوم في كل البقاع، اصبحت الادله موجوده في كل البقاع، فدي من رحمه ربنا بينا يعني، من تيسير ربنا علينا. طب بسم الله، احنا قالوا في الحديث ده ما وصلهمش، ما احنا لسه كان جاي لهم في الطريق، ما وصلش. فعلى ما يجي لهم في الطريق قالوا ايه؟ قالوا اذا كان ازيد يبقى اعتبر الزياده مقابل الخرز، وايه؟ لكن ما تجيبوش بالمساواه، لو خدته بالمساواه يبقى هنا الذهب قل. فهمت ازاي؟ فلازم يبقى بزياده، لا بالمساواه ولا اقل، ما ينفعش لا بالمساواه ولا لازم ازيد، عشان الزياده تبقى مقابل الخرز والباقي مقابل الذهب. فهمت بقى ازاي؟ لحد ما يوصل لهم الحديث. يعني هيوقفوا البيعه مثلا لحد ما الحديث يجي؟ ما هي البيعه عايزه تمشي، السوق اصل السوق حركه السوق سريعه. فهمت ازاي؟ والفقيه محتاج ان هو يمشي السوق. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن ابي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينار. يعني وجد ان الذهب وزنه اكثر من ال 12 دينار، وهي فيها كمان ذهب، هو شراب 12 دينار. لما روح البيت فصل الذهب عن الخرز، لقى ان الذهب اللي فيها اكثر من 12 دينار. فهمت؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. قبل ما تشتري كنت عملت كده، ازاي تعمل كده؟ ازاي تدفع 12 دينار وتروح؟ لو انتوا قاعدين في عقد البيع تفصل دي عن دي وتوزن وتتاكد. فهمت؟ وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد بهذا الاسناد نحوه. وعن ابي قال حدثنا، طب والاحناف اللي هو وصل لهم الحديث ده وماشيين لسه على مذهبهم؟ قالوا ايه؟ قالوا ايوه، لان لو كانت ال 12 دينار دي ايه؟ ازيد من الذهب كان النبي اجازه. النبي لم يجيزه لانها اقل. فهمت بقى ازاي؟ لكن لو كان لقاها زياده كان النبي اجاز البيع، ما كانش قال له اعمل حاجه. فهمت بقى الطريق؟ فهمون؟ لكن الشافعي قال لك لا، تفصل احتياطا، تفصل احتياطا عشان اتاكد حال العقد. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد بهذا الاسناد نحوه. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن ابي جعفر عن الجلاح ابي كثير قال حدثني حنش الصنعاني
عن فضالة ابن عبيد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. وعن أبي قال: حدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن المعافري وعمر بن الحارث وغيرهما أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم عن حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق، ذهب وورق وجوهر، يعني قلادة عقد في ذهب وفي فضة وفي جواهر ماس، أي حاجة من أي أنواع تانية غير الذهب والفضة وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. يبقى فضالة هو مذهب شافعي، فهمت إزاي؟ أو شافعي الإمام الشافعي مذهبه فضالة، لأن فضالة أسبق. قال له: لا، ده أنت لازم تنزع الذهب لوحده وتحطه كده توزنه في كفة وتحط الدنانير في كفة مثلا بمثل، وبعد كده عايز تاخد الباقي بالذهب بعد كده تشتري الباقي لوحده، تشتري الذهب بالذهب مثلا بمثل، والباقي هيختلف النوع، يبقى مش شرط التماثل بقى، فاهم؟ اللي يسموها مدة عجوة عند الشافعية المسألة دي. باب بيع الطعام مثلا بمثل، نخليها بكرة بقى، وإن كان برضو متعلقة بنفس الموضوع، بس إحنا الدور اللي فات كنا بنتكلم على الذهب والفضة، هنا هنتكلم على الطعام بالطعام، لأن دي كلها أجناس ربوية برضو، غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنك عرشك وامتداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.